بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي واحبائي واصدقائي وصولي التانية، متابعي ومشاهدي قناتكم، قناة اخوكم ايهاب الطبوخي. النهاردة احنا في يوم الفن، يوم الرسم، يوم الابداع، يوم اخراج المواهب مع الاستاذ مودي. طبعا دلوقتي هو قرر ان هو يبقى بيكاسو. الليلة مودي قرر يبقى بيكاسو. هو مرة يقرر يبقى مطرب، مرة يقرر يبقى مصارع، النهاردة قرر ان هو يبقى رسام. هو عنده ما شاء الله الموهبة، بس طبعا محتاجة انها تثقل شوية، لكن الموهبة موجودة بفضل الله. ماشي. هو دلوقتي طبعا انا جايب الالوان المية اهو زي ما حضراتكم شايفين. ماشي. وهيبدأ ايه، عمال طبعا يلون وبدأ يعمل رسمة. هي لسه ما اتضحتش لغاية دلوقتي شكلها، لكن اكيد يعني هتبقى حاجة في المستقبل يعني، او شوية كده يبان شكلها يعني، ممكن تطلع حاجة نعرفها. مش عمال يخطط، انا طبعا مش عاوز اتكلم كتير عشان ما اقطعش حبل افكاره. لا هي بتنشف لوحدها، هي بتنشف لوحدها. تفاعل كده مع جمهورك. احنا في انتظار ظهور الشكل، لانه لغايه دلوقتي الوضع مبهم بالنسبه لي، وجايز يكون بالنسبه لمودي كمان. الحته دي كتير قوي يا مودي، يعني انت مركز على الحته دي قوي ليه كده؟ جاهز هي دي لوب الرسمه؟ طيب كمل كده. خلصت؟ طيب هي دي ايه، فراشه؟ واضح انها فراشه، بس انت عارف بقى الالوان في الماستر، الالوان في الماستر بتبقى احسن شويه. ليه؟ بتعرف ترسم بيها او تخطط بيها افضل من وجهة نظري. يعني الالوان المية جميلة وكل حاجة ماشي، لكن يعني الرسم بيها ممكن يبقى صعب شوية يعني. يعني شايف انه سهل يعني؟ ماشي ماشي ماشي. انت ادرى بقى، انت اللي بترسم، انت اللي بتفن مش انا. هي بس الالوان الميه مودي بتحتاج يعني نوع من الاحتراف شويه. يعني ايه، انت محترف، انا عارف انت بترسم من زمان، بقالك فتره بترسم علينا كمان بكل حاجه، انا فاهم، بس ايه يعني الالوان الميه صعبه شويه في استخدامها. يعني انت حاسس انها سهله ولا صعبه يا مودي في استخدامها؟ سهله؟ سهله جدا كمان. طب كويس ماشي. بس لا برضو على فكرة بالنسبة لي مش سهلة برضو، يعني أنا ممكن أخطط بقلم رصاص، ألوان ألوان خشب، متعود على الرقية، اشتغلت بيها قبل كده يعني. يعني مش أول مرة ترسم بيها من زمان؟ طيب ماشي، أنا شفتك بترسم بس كانت أصغر من كده، العبوة والعلبة يعني. يعني هي حلوه يعني، مش عايز اقول يعني برضه انت اللي بترسم، بس كويس اللي انت قلت. التحكم بقى في الالوان دي مودي بيبقى ايه؟ بيبقى مستني شويه زي ما قلت لك يعني. دي تمشي ودي فراشة ماشي، ودي الرسمة دي تمشي سمكة وفراشة برضو على فكرة، تمشي الاثنين يعني، واخد
بالك كويس. ده بقى الابداع في الرسم، انت هتعمل رسمه كده كل واحد يشوفها بمنظوره او من وجهه نظره، واخد بالك؟ ماشي. طب بص بقى، الافضل ايه يا مولي؟ انت معاك قلم رصاص هنا صح؟ معكش قلم رصاص؟ لا، كان في قلم رصاص هنا. لا انا عايزك تشوف كان في قلم رصاص، كان انا فاكر ان كان في قلم رصاص. طيب طب روح روح هات القلم الرصاص، روح هات القلم الرصاص. طب استنى شوف القلم الرصاص كده، القلم الرصاص ارسم رسمة الاول بالقلم الرصاص، الرسوم الجميله اللي انت بتعملها، واخد بالك؟ وبعد كده ابدا لونها. ده ارسم فرشة تانية بقى، واخد بالك؟ هنشوف بقى مودي وهو بيرسم الفراشة ايه بالقلم الرصاص كده بقى، يبقى افضل ليه يا مودي؟ ها؟ دي هيكون افضل ليه؟ لان انت كده بتعمل الخطوط بتاعة الرسمة، وبعد كده الالوان بتمشي جوه الايه الخطوط دي، فبتبقى العملية سهلة، صح كده؟ صح تمام. براحتك. مش مشكلة، ارسم لغاية لما توصل للشكل اللي انت حابه. شبه الجنين بس. طب اعمل لك انا؟ ايوه دي ماشي كويس. ايوه كده ماشي. هات اوريك بقى. بص يا مودي، بص يا مودي بقدر الامكان، واخد بالك؟ هنبدا نعمل ايه؟ هنعمل الاول الجناح، بعد كده هنعمل الجسم بتاعها، واخد بالك؟ بعد كده هنعمل ايه؟ الجناح التاني، واخد بالك؟ بعد كده هنعمل لنا الايه؟ واخد بالك؟ بعد كده تبدا انت بقى ايه؟ ادي الجسم اهو، ابدا بقى انت ايه؟ ارسم، واخد بالك؟ اعمل مثلا دواير كده، دواير الفراش بيختلف بقى، يعني واخد بالك؟ ممكن يبقى ايه؟ الوان مختلفة، واخد بالك؟ فانت ممكن كل دايرة من هنا، انا بعمل لك حاجة سريعة جدا طبعا، برضو كده مش محترف يعني في الرسم. طب ماشي خلاص كده. خلاص ماشي. تبدأ تلون، ابدأ بقى لون كل دايرة بلون، يعني واحدة صفرة واحدة حمراء واحدة خضراء كده يعني. لا أنا عايزة ألون الفراشة يعني، بس لونها كلها بقى براحتك بقى، أنت عندك الرسمة أهي، ولون زي ما أنت عاوز. ماشي حلو جدا كده. هي دي الحتة الصعبة؟ طيب ماشي. المشكلة في الحتة دي؟ في الحتة دي طيب ماشي. ايه بقى وجه الصعوبة فيها يا مولي؟ ان هي كبيرة فممكن تطلع بره. فمش بعرف الون الحتت الصغيرة اللي فيها. طيب ماشي معلش. بص
بيسلموا لي كل حاجه بتبدا واحده واحده. مفيش انسان بيعرف يعمل كل حاجه بابداع او بشكل فيه ابداع كبير من اول مره. لازم نبدا واحده واحده، بعد كده المهم يبقى عندك الموهبه في البدايه. ما هو بيبقى اسمه فرشه الزيتون يعني، اسمها صغير كده، هي كلها نحات اصلا. هنا جنب هنا مثلا ايه؟ سمكة؟ لا خلاص مش انت لونها ولا خلاص كده؟ يديك تعبتك؟ طيب خلاص، يبقى احنا نكتب بالفراشة ونعمل ايه؟ سلام. مع السلامة، باي باي.